في نقطة كمان صحح لي، لأنه كمان بره هم نجحوا في إنه الصناعة كمان توفر ميتها وتعمل معالجة، يعني أصبح في، وده اللي مصر تطمح فيه، إنه يحصل معالجات. أنا لما أوفر للاستخدام الصناعي، يعني هقول لحضرتك ده مش عندنا قوي في مصر برضه، يعني المية صح؟ المية اللي هياخدها فدان بزرع بيه، وهقول القمح رغم أهمية القمح طبعا، لكن هنا مش معناه ان نمتنع عن القمح، عن زراعه القمح، لا ازرع مفهوم. بس مش عايز، مش لازم اكتفاء ذاتي من زراعه القمح على الاقل، لأن مؤقتا، لان يعني هقول لحضرتك لغايه ما اعالج مشكله الميه. دلوقتي فدان بيزرع قمح، الفدان ده لو انا عامل عليه مصنع هيشتغل فيه 1000 عامل، والمصنع ده بينتج، شوف بقى حسب الانتاج اذا كان اجهزه كهربائيه او غيره او غيره او غيره، شوف العائد من الفدان في مصنع وعدد العاملين اللي شغالين فيه وعدد، والفدان اللي فيه الزراعة اللي هو بيشتغل فيه 3 أو 4، ده في حالة الزراعة، والعائد بنتكلم في 10,000 في 20,000 جنيه. لكن لو كان مصنع، لو كان عليه مبنى مثلا زي مستشفى أو مبنى جامعة، الجامعة هيبقى فيها كم طالب والدخل كام وكم موظف شغالين طبعا، هو ده إذا دي النقطة. أيوة حضرتك بتلفت انتباهنا لحاجات برضو يمكن ما بفكرش فيها، ما بفكرش فيها بشكل عادي. ولا فدان انت عامل في مصنع ولا عامل في جامعة، شوف حضرتك مثلا مدينة 6 أكتوبر عدد المصانع اللي فيها وعدد الجامعات اللي موجودة فيها، لو دي كانت أراضي زراعية العائد منها كان هيبقى كام، ودلوقتي العائد قد إيه من نفس المساحة. طيب المياه اللي بتستخدم، المصنع لما يستخدم مياه، لو مصنع أغذية مثلا بيستخدم كمية مياه، ده المتر بيجيب له يمكن أكتر من 1000 جنيه في الغذاء. فإذا مهم إن احنا بقى ده في إدارة المياه، هنا كلمة إدارة المياه مهمة للغاية، إن المياه اللي هستخدمها استخدمها في إيه والعائد منها. ولذلك احنا معادلة بسيطة أقول لك، احسب العائد من الوحدة المائية، شوف المتر المكعب ده هزرع بيه يجيب كام، لا هستخدمه في حاجه تانية، في الصناعه يجيب كام، يجيب. رغم ان النشاط الزراعي ضروري للغايه، لكن مش هو كل شيء. ولذلك لما نقول هنعمل مجتمعات عمرانيه جديده في الصحراء الغربيه او في سيناء، ده ضروري نعمل مجتمعات جديده، ولكن ليس بالضروره ان تكون هذه المجتمعات ناشئه على مشروعات زراعيه. خطأ. يعني دلوقتي احنا عايزين فهمت حضرتك جدا، عايزين نعمل 500,000 فدان في سيناء، في في شرق قناة السويس، 500,000 فدان، ويعيش بقى عليه، يعني املنا ان يبقى فيه 1,000,000 مواطن. لكن بنقول مش على 500,000 فدان زراعه، لو زرعنا من يعني ربع هذه المساحه وبقيه الارض تم استغلالها في مشروعات اخرى صناعيه وغيرها، لكن المهم المياه دخلت. طالما المياه دخلت يبقى مش لازم للزراعه، لا بقت في مياه شرب وبقت جزء زراعي. انا يكفيني الزراعه هنا في الاماكن الصحراويه الشديده زي سيناء والصحراء الغربيه، يكفيني شويه زراعه خفيفه للسكان اللي عايشه هناك، بعض الخضروات الخفيفه، لكن انا اقول لهم انا اجيب لكم القمح بتاعكم، المحاصيل الكبيره اجيبها لهم، لكن مش مطلوب منه هو يزرع قمح ويجيبوا لي هنا. المياه ما دام دخلت يبقى هنا نفكر بقى في المشروعات الصناعيه، في المجتمعات، عايزين مجتمع مش مبنى على الزراعه، لان الزراعه لوحدها يعني لا تكفي انها تنشئ، لان الزراعه برضو مكلفه للغايه، وخصوصا طبعا ان بننقل مياه، المياه يعني مكلفه، مش مياه امطار. الاصل في الزراعه في العالم كله ان الزراعه مطريه. احنا مياه الامطار عندنا ما فيش، ما عندناش امطار. احنا بقول لحضرتك احنا الدوله الاولى في العالم في الجفاف، في الجفاف، في ندره المطر، ولا المياه الجوفيه عندنا المياه الجوفيه محدوده، والموجوده في الصحراء غير متجدده، غير متجدده. اللي هو كان في مشروع الدكتور فاروق بازل عظيم اللي هو ما قامش للاسف. لا معلش يا دكتور فاروق بازل، يعني طرح فكره وناقشها، لكن الدكتور فاروق بازل هو يعني لما بنتكلم على اقمار صناعيه وسطح الارض، لكن مش في باطن الارض. الأقمار الصناعية ما بتجيبش الخزانات الجوفية، وإلا ما كناش غلبنا بالظبط، كنا ما كناش في، كنا في الآثار ببساطة، شوف لنا إيه اللي تحت السطح مباشرة. لا، الأقمار الصناعية لها حدود تحت السطح، لها مسافة أمطار معينة. المياه الجوفية، إحنا عندنا مياه جوفية في الصحراء الغربية على أعماق يعني تزيد عن 1000 متر. ودي تحتاج تكنولوجي بقى عالية وقصة كبيرة طبعا، ونعرف الآبار وبنعرف مستوياتها وكمياتها وكل ذلك، وليس بالأقمار الصناعية فقط. الأقمار الصناعية بس هي بتبين شكل السطح لما تشوف فيه أودية.